تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. السيد الرئيس، السيد الوزير، عن تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية نسائلكم. شكرا سيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا سيد النائب. انا قلت بانه هناك برنامج لتأهيل المستشفيات لا من فيما يتعلق بالبنايات الجديدة او بالتوسيعات او بتأهيل المصالح الحالية، يعني هو برنامج وطني فيه 52 مؤسسة، 16 مليار ديال الدرهم اللي هي ملتزم بها او مستمر، والنتائج ديالو راه كتبان، راه مجموعه ديال التدشينات او اللي كان نعملوها اليوم بعد انتهاء الاشغال. هناك مجموعه كذلك ديال المشاريع اللي كنتظر فقط تجهيزات، والصفقات راه هي في طريق الانجاز. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. السيد الوزير، في الصراحه ما عرفتش على اي تحسين ممكن نتكلموا. انا بصراحه اليوم غادي نتكلم غير على المواعيد. انا عندي واحد الموعد ديال السيده اللي غريب في الامر، ان الموعد ديالها حتى 2022، وعندي الملف ديالها هو السيد الوزير 2022. هذه مريضه بالكونسير وخصها تسنى حتى 2022، واش خصها تجيب شي شهاده الوفاه ولا شهاده الحياه باش تبقى حيه حتى 2022؟ كذلك السيد الوزير، بالنسبه للمواعيد ديال بالنسبه للمواعيد ديال جهاز السكانر، عندنا مثلا اللي بغى يدير سكانر خصو سكانر ولا اليرام ولا البيت سكان خصو يتسنى 6 شهور 7 شهور باش يتسناو، الا كان في حاله ديال المرض ديال الكونسير ولا شي حاجه، يعني صعيب عليه الحال بزاف باش يتسنى هذه المده دي ديال 7 شهور. السيد الوزير، كذلك السيد الوزير، كنشكروك الصباح على تلبيه الدعوه ديال الفريق ديال حزب الاسره والمعاصره في الاجتماع ديال الفريق، ومديناكم بواحد المجموعه ديال المعطيات اللي كتعلق بعملية مقاطعه الحي الحسني بالنسبه للمستشفى ديال الحسني ولا المراكز الصحيه اللي هي في واحد التدهور خطير جدا، النقص ديال المعدات ديال الاطقم الطبيه ديال الممرضين. كذلك السيد الوزير، وبالنسبه للمركز الصحي ديال اللي استشفى اللي تم الاغلاق ديالو. شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تجمع فريق تجمع الدستوري، تفضل. السيد الوزير، سمعت انه كاين برنامج ديال المراكز الصحيه جديده والتجهيزات ديالها. تتعرف السيد الوزير انه جامعه اورير بعمله كذا، واحد الجامعه فيها واحد النسبه كثيره ديال النسبه 40,000 نسمه، وفيها واحد مستوصف وطبيبه واحده، وكاين واحد العقار في تامرخت اللي مجهز من لاسابست، إذا كان ممكن باش يدار فيه مستوصف جديد عما قريب للساكنة ديال هذه المنطقة اللي محتاجة من غدا المستوصف في المنطقة. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد الوزير. تفضل السيد الوزير في بعض الثواني. بعض الثواني. شكرا للسيد النائب. أنا فاجأتني بهذا الموعد ديال 2022، أعطيني باش أظن وأتمنى أنه يتعلق الأمر بخطأ، لأنك كتكلمني على السرطان. ف المغرب بذل مجهودات مهمة في هذا المجال ديال محاربة السرطان، بمراكز جهوية في جميع الجهات ديال 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 ديال, ديال المملكة اليوم. كذلك يعني المواعيد بشكل عام المعدل ديالها هو شهر ونصف، هي هذه المواعيد التي تؤخذ عن بعد. فعلا 17% ديال المواعيد عن بعد قليله، هدفنا نوصلوها ل 50%، وهذا كيتطلب مجهودات في مجموعه ديال المجالات يعني الصحيه. فيما يتعلق بالمستشفيات بشكل عام، يعني التاهيل ديالها راه فيه كذلك مجموعه ديال الخدمات بما فيها الاستقبال والقبول من خلال يعني تعميم ديال الانظمه المعلوماتيه باش يمكن نضبطوا هذه المساله ديال المواعيد. كذلك ثم كذلك الفصل بين الخدمات ديال الحراسه والاستقبال والنقل للمرضى، ثم كل ما يتعلق بالوظيفه ديال الاستقبال، فبدينا كنمشيو كذلك في تدبير المفوض
وبإدماج بعض الوظائف الجديدة في هذا المجال من خلال يعني المضيفات التي تكون في بعض المستشفيات. إضافة إلى ذلك فالبرنامج الوطني هناك دعم بالمعدات البيوطبية في جميع المستشفيات. المراكز الصحية الجديدة هناك يعني البرنامج للتنمية محو الفوارق المجالية. شكرا. وصندوق التنمية القروية أغلبية المشاريع كتسجل في هذا إطار هذا الصندوق. شكرا السيد الوزير.